اتهامات وتهديدات وقبضة على الطاولة. بهذه التوصيفات كشف موريس جوردو مونتانيو مستشار الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن لحظة مفصلية حملت انفعالا في اللقاء الأول بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال كتاب المستشار بعنوان الآخرون لا يفكرون مثلنا. فماذا في التفاصيل؟ أشار مستشار الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرجلان المعتادان على النصر والمهتمان بصورتيهما كاثنين من كبار رجال التحديث خاضا خطابين طويلين متوازيين، ثم فجأة تغير وجه محمد بن سلمان وتغيرت لهجته وعباراته، وأشار بسبابته إصبعه الثاني إلى الرئيس الفرنسي على نحو اتهامي، معيبا عليه موقفه من إيران وموقفه بشكل عام أيضا من سياسة بلادنا في مواجهة طهران. وكشف مونتانيو عن تهديد سعودي مباشر للرئيس الفرنسي، إذ هدد ولي العهد بمقاطعة الشركات الفرنسية إذا ما واصلت فرنسا السير في هذه الطريق وتركت شراكاتها تتخذ من إيران ساحة لها، وفقاً لزعم المستشار، وهو الأمر الذي أدهش الوفد الفرنسي. تابع مونتانيو قائلاً: تساءلت في تلك اللحظة بالضبط عما إذا كنا قد أخطأنا بأخذ موعد على عجل دون إعداد، لكن لم يتسنى لي الوقت للتفكير بكل ذلك، حيث سارع ماكرون إلى الرد واضعاً قبضته على الطاولة وبالانفعال نفسه الذي واجهه، وقال: يا سمو الأمير، أنا رئيس دولة حرة ومستقلة، وفرنسا لا تتصرف بناءً على التهديد أو الوعيد، وسأواصل سياستي خصوصاً حين يتعلق الأمر بمكافحة الانتشار النووي، وأعتقد أن ثم مجالات عديدة نستطيع العمل سوياً بشأنها. وختم مستشار الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك سرده خلال الكتاب بالإشارة إلى أن محمد بن سلمان هضم الرد دون أن يبدو عليه أي شعور، ثم ابتسم وانتقل إلى موضوع آخر وراح يحكي عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة، وخصوصاً ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب. بدا الأمير منفتحاً وبناءً، وعدنا إلى باريس محملين بوعد المساهمة الإضافية بنصف مليار دولار لقواتنا العاملة في الساحل الإفريقي.